السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدين الكرام، منارتنا في هذه الحلقة حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته وأحد العشرة المبشرين بالجنة وصاحب الهجرتين وأحد الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، هو الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي القرشي الأسدي، كنيته أبو عبد الله وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن أخي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. كان رضي الله عنه أبيض ليس بالطويل ولا بالقصير ولحيته خفيفة. نشأ رضي الله عنه في مدرسة النبوة ونهل من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه المشاهد كلها، بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر والفتح وحنينا والطائف، وشهد فتح مصر وجعله عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في الستة أصحاب الشورى الذين اختارهم للخلافة بعده، وقال هم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. هاجر إلى أرض الحبشة ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة حتى هاجر معه إلى المدينة، فهو صاحب الهجرتين وأول من سل السيف في سبيل الله، وذلك لما بلغه أن ناسا من المشركين أرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسل سيفه وخرج في طلبه. قال عنه ابن كثير رحمه الله صحب الصديق فأحسن صحبته، وكان زوج ابنته أسماء بنت الصديق، وابنه عبد الله منها أول مولود ولد للمسلمين بعد الهجرة، وخرج مع الناس إلى الشام مجاهدا فشهد اليرموك فتشرفوا بحضوره، وكانت له بها اليد البيضاء والهمة العلياء، اخترق جيوش الروم وصفوفهم مرتين من أولهم إلى آخرهم، وكان من جملة من دافع عن عثمان، فلما كان يوم الجمل ذكره علي بما ذكره به فرجع عن القتال وكر راجعا إلى المدينة. أما إسلامه رضي الله عنه فأسلم رضي الله عنه على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وعمره 15 سنة، وكان رابعا أو خامسا في الإسلام، فهو من السابقين الأولين. كان عمه يعلقه في حصير ويدخن عليه بالنار وهو يقول ارجع إلى الكفر، فيقول الزبير لا أكفر أبدا، فلما رآه مصرا على إسلامه تركه. ومن فضائله ومناقبه رضي الله عنه، فللزبير بن العوام رضي الله عنه فضائل عديدة ومناقب جليلة، ومن أهمها أنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير بن العوام. والحواري هو المخلص الناصر. ومن فضائله ومناقبه أنه من العشرة المبشرين بالجنة. فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وابن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة،
وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. ومن فضائله ومناقبه تبشير النبي صلى الله عليه وسلم له بالشهادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبويه. فعن عبد الله بن الزبير قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر ابن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاث، فلما رجعت قلت: يا أبتي، رأيتك تختلف. قال: وهل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. ومن فضائله ومناقبه أنه كان ممن استجاب لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح يوم أحد. فعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة: يا ابن أختي، كان أبوك منهم، الزبير وأبو بكر، لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال: من يذهب على إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا، قال: كان فيهم أبو بكر والزبير. ومن فضائله ومناقبه رضي الله عنه نزول الملائكة يوم بدر على سيماه. فقد روى ابن سعد بإسناد صحيح عن هشام عن أبيه قال: كانت على الزبير عمامة صفراء معتجرا بها يوم بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة نزلت على سيماء الزبير. ومن مناقبه وفضائله رضي الله عنه مصاهرته للصديق رضي الله عنه، فإنه كان زوج ابنته أسماء ذات النطاقين، ورزق منها عبد الله، وهو أول مولود بالمدينة للمهاجرين. ومن فضائله ومناقبه استخلاف عثمان له في الحج وثناؤه عليه. فعن مروان بن الحكم رضي الله عنه قال: أصاب عثمان رعاف سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش فقال: استخلف. قال: وقالوه؟ قال: نعم. قال: من هو؟ فسكت. قال: ثم دخل عليه رجل آخر فقال له مثل ذلك ورد عليه نحو ذلك. قال: فقال عثمان: قالوا الزبير. قالوا: نعم. قال: أما والذي نفسي بيده، إن كان لأخيرهم ما علمت وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله ومناقبه كان رضي الله عنه سخيا شجاعا. فعن مغيث بن سمي قال: كان للزبير 1000 مملوك يؤدون الخراج، فكان لا يدخل بيته منها شيئا يتصدق به كله. وقال ابن عساكر: شهد الزبير بن العوام بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت معه يوم أحد وبايعه على الموت. ومن أقواله المأثورة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قلت لأبي: ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث ابن مسعود؟ فقال: أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكن سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
فهو رضي الله عنه ترك الإكثار من التحديث خشية الوقوع في الخطأ، لأن الإكثار من الرواية مظنة للوقوع في الوهم. عن أبي رجاء العطاردي قال: شهدت الزبير يوما وأتاه رجل فقال: ما شأنكم أصحاب رسول الله؟ أراكم أخف الناس صلاة؟ قال: نبادر الوسواس. فهم رضي الله عنهم كانوا حريصين على ألا يسرق الشيطان من صلاتهم شيئا حتى لا ينقص أجرهم. وعن جويرية بن أسماء قال: باع الزبير دارا له بستمائة ألف، فقيل له: يا أبا عبد الله غبنت؟ قال: كلا، هي في سبيل الله. فهو رضي الله عنه يعلم أن ثمنها أعلى من ذلك، ولكنه قبل بالثمن الذي عرض عليه ونوى الصدقة بما زاد عن ذلك. وقال رضي الله عنه: من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. فالعمل إذا كان سرا بين العبد وربه كان أخلص وأعظم للأجر. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لما انصرف الزبير رضي الله عنه يوم الجمل عن قتال علي رضي الله عنه، لقيه ابنه عبد الله فقال: جبنا جبنا. فقال الزبير: قد علم الناس أني لست بجبان، ولكن ذكرني علي شيئا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلفت ألا أقاتله. ثم أنشد شعرا فقال: ترك الأمور التي أخشى عواقبها في الله أحسن في الدنيا وفي الدين. أما عن قصصه ومواقفه في حياته رضي الله عنه، فعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: نفحت نفحة من الشيطان، أي شائعة، أن رسول الله أخذ بأعلى مكة، أي قتل. فخرج الزبير وهو غلام ابن 12 سنة بيده السيف، فمن رآه عجب وقال: الغلام معه السيف. حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا زبير؟ قال: أخبرت أنك أخذت. قال: فكنت صانعا ماذا؟ قال: كنت أضرب به من أخذك. فدعا صلى الله عليه وسلم له ولسيفه. فهذه صورة مشرقة للمسارعة إلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه، فنصرته والذب عنه صلى الله عليه وسلم واجبة في الحياة وبعد الممات بكل الوسائل المتاحة. فمن لم يتحرك فيه شيء من ذلك إذا تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليراجع إيمانه وليحاسب نفسه، لأن نصرته صلى الله عليه وسلم من لوازم الإيمان ومن دلائل محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن مواقفه وقصصه رضي الله عنه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: لما حضرت الزبير رضي الله عنه الوفاة جعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني، إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبه، من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقضي عنه دينه فيقضيه. قال: وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال ليستودعه إياه، فيقول الزبير: لا، ولكن هو سلف، أي قرض، إني أخشى عليه الضيعة. فهذه صورة مشرقة للاستعانة بالله في قضاء الحوائج، جسدها رضي الله عنه بقوله لابنه وهو يوصيه بقضاء دينه: إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. وفي القصة بيان لحرصه رضي الله عنه على قضاء الدين وأداء الأمانات والمحافظة عليها، فقد كان من شدة حرصه على أمانات الناس أن يأخذها منهم على سبيل القرض، لأن الأمانة إذا ضاعت عنده من غير تفريط سقط حق صاحبها فيها، وأما القرض فحق صاحبه محفوظ حتى وإن ضاع. قتل
قتل رضي الله عنه يوم الخميس لعشر خلت من جمادى الأولى من سنة 36، وكان عمره لما قتل 67 سنة. وقال علي رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فهذا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت القوام صاحب السيف الصارم والرأي الحازم، كان لمولاه مستكينا وبه مستعينا، قاتل الأبطال وباذل الأموال، رفيع الخصال عظيم الشمائل، وكانت شجاعته وسخاؤه كفر سيرهان. قاتل بسيفه دفاعا عن الإسلام والمسلمين، وسخر ماله خدمة للدين، فرضي الله عنه وأرضاه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.